كلامنا بينطبق بقى على مشاريع اللي لو انتوا عايزين تعملوا صناعة، عايزين تعملوا زراعة، عايزين تعملوا تنمية حقيقية للدولة اللي فيها 105 وفي 9 مليون ضيف عندنا، وعايزين ان هي تفضل كده، يبقى لازم نكون، مش لازم لازم نكون عارفين اللي انا بقوله ده. ما لو القطاع ده بيدار بشكل استثماري، قطاع البترول والغاز بقى والكهرباء، طب والكهرباء لو ده استثماري كنت تيجي النهارده تقول لاي حد تعال خش نزل شركات الكهرباء، سواء كانت انتاج او توزيع او نقل، يا دكتور شاكر نزلها البورصه او نزلها تجيب لك ايه مليارات الدولارات مش جنيهات، لكن لانها ما بتحققش العوائد المطلوبه، بالعكس في دعم كبير جدا جدا فيها، فيها استثمار اللي انا اخش فيه هنا. ولو انا نزلتها البورصه وقلت للمصريين يشتروا، هقول لك الشركه دي بتكسب ولا ما تكسبش، مش هخش يشتري فيها. ف هي دي الحكايه بتاعت وطن فيما يخص قطاع البترول والغاز. عند في البنية الأساسية اللي قال فيها إن إحنا كان عندنا غاز وبوتاجاز وبترول مشكلة كبيرة جدا، وقال بنية أساسية متهالكة. طيب أنتوا تعرفوا لو إحنا بننتج السولار والبنزين بتاعنا تقريبا تقريبا يقل ثمنه عن السوق العالمي 2 جنيه؟ 2 جنيه يا طارق ولا 4؟ أكتر يا فندم، عشان التعويم. ده يعني دلوقتي لو هناخد متوسط سعر لتر البنزين 10 جنيه هو ب 24 برد على الاقل. لا 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 ما اقصدش كده، لا ما اقصدش كده، انا بتكلم في ان انا في فرق ان انا اشتري مشتقات من الخارج وان انا اجيب بترول واعمله مشتقات في الداخل يا طارق. طبعا اوفر 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 بكتير، 3 4 جنيه مش كده عن سعره ما بنجيبه، وهجيبه بالدولار. يبقى انا لما بجيب مشتقات بترول واعملها في البنيه الاساسيه او بنية التكرير والمصافي اللي عندنا اللي كانت متهالكة واللي اصبحت زي ما انتم شفتوا كده، وقال ان احنا رفعنا كفاءات ورفعنا كفاءات ودخلنا عشان انتاجنا من البترول من السولار والبنزين والمازوت وحتى الـ الـ اللي بيستخدم لسفلات والبيتومين، يبقى ده بتكلفة تقل علينا من الدولار اللي بنجيبه، وعائد موجود ان احنا شغلنا الناس عندنا داخل مصر. فالبرنامج كان كبير قوي، وكل وزاره زي ما انتم بتشوفوا بتتكلم في 1.2 1.3 1.8 تريليون جنيه. طب برضو الرقم اللي بيتجاب ده اللي بيتقال من الوزير او من الحكومه لما نجمع الارقام دي كلها ويبقى 9 10 تريليون جنيه، احنا هنجيبهم منين؟ هنجيبهم منين؟ ما هو انت لو عندك عوايد بزياده هتجيب. اللي قبل كده كانوا بيخبوا الحقيقه عن الناس او مش ما بيقولوش. انا لا ما بقولش، انا لا قلت لازم اقول للناس كل حاجه لان الناس واعيه قوي، ودي بلدهم مش بلدنا، دي بلدنا كلنا وكلنا مسؤولين عنها. عشان تطرع القطاع ده وتصرف لك عليه تريليون ولا اتنين عشان ترجعه للخدمه تاني. طب انا بقى اخش في ازمه تاني للاشرار اللي عايزين يخربوا البلد، وعارفين ان كل حته بيستهدفوها تعمل كارثه كبيره لمصر، مش لسنه واتنين، لا والله 40 و50 سنه. ليه؟ ده احنا من غير حاجه دلوقتي بقى لنا 10 سنين بنعالج خلل حصل في 2011 و12 و13. يعني الصبر والتحمل والعمل هو السبيل معايا او مع غيري، معايا او مع غيري. لا خليني شوف اسمعوا، انا بكلمكم بجد والله، ربنا مطلع على قلوب الناس وعلى نواياها، وممكن يبقى الكلام شكله جميل لو سمحتوا. معايا او مع غيري، اذا كنتوا عايزين بلدكم تبقى تمام مالكمش غير الصبر والعمل 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 لغاية لما نتجاوز كل اللي
اللي انتوا تسمعوا ده. هم زمايلنا جايين يحكوا الحكاية من منظور يعني، لكن انا قلت لهم بس موضوع الكهرباء اللي بتتقطع احنا نقدر نخليها ما تتقطعش؟ اه طبعا. طب وطارق يجيب منين؟ ما تداريش وشك، ما حدش يداري وشه منها، نجيب منين؟ فطارق بيبيع الغاز بنسيبه يبيع عشان يجيب ايه؟ عشان يكسب هو ويدينا فلوس نحطها في البنوك يعني؟ لا، عشان يجيب البترول اللي نخليه سولار وبنزين للناس، مش كده يا دكتور؟ بس. طب ده يوفر قد ايه كل شهر؟ اللي بالنقص ده 400 مليون دولار؟ 300 مليون دولار؟ 300 تقريبا يا فندم. يعني الفرق ده كام؟ شويه الكهرباء اللي بيتقطعوا دول بكام؟ 300 مليون دولار. يعني بالارقام اللي موجوده دي 9 مليار جنيه. يعني 108 مليار جنيه في السنه. طب مين يدفعهم؟ طب مين يجيب ال 300 مليون دولار لطارق؟ انا بقول الحكايه ديت ما حدش ابدا في الدنيا، ما فيش مسؤول في دوله بيقف يتكلم بالطريقه دي ابدا 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 ابدا. لكن انا ما اتكلمش ليه؟ هو ده حكايتي وده حالي، انا هستعر من حالي؟ لا لا لو سمحت فضلك، لا ده حالنا ولازم نغيره، وده ضعفنا ولازم ننهيه، لازم لازم. فادي الحكايه بتاعت البترول والكهرباء، واحنا داعمينك يا طارق وداعمينك يا دكتور شاكر، وكملوا برنامجكم وربنا يوفقكم. بس لو سمحتم خلوا الناس تبقى عارفة الحكاية، لأن هي من حق الناس أنها تعرف. وأحسن حاجة ربنا قالها قال لك الصدق، خليك صادق قول الحقيقة. طب بقى المواءمات السياسية والكلام ده لا بأس يا دكتور، ما فيش حاجة اسمها مواءمات سياسية في بلاد، في ظروف زي ظروفنا، في حقائق تتقال للناس عشان الناس تاخد الموضوع وتشيل معاك. الناس مش بسيطة، الناس في مصر بقالها سنين طويلة متحملة مقاسي وتعب. اوعى تفتكر ان هم يعني لا، هم يتحملوا، بس قولوا لهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا ويجعل في ال 110 الحقل اللي هم او الحفر البير للاستكشافي دول، يجعل فيهم فرج لينا. وده الامل اللي احنا بنطلب من ربنا ان هو يساعدنا بيه. ده بقى اللي هو مش محسوب خالص، ان احنا نقول له يا كريم يا كريم يا غني اعتف علينا. شكرا جزيلا.